اهلا بحضراتكم من جديد. اللقطات اللي حضراتكم شفتوها ده للقب ال 15 يعني كاكثر نادي على القاره الافريقيه حصدا لهذا اللقب. فريق كره الطائره الماسترز هم اصحاب الارقام اللي دايما بيشبهوها بفريق كره القدم. في البدايه برحب بواحد من افضل المديرين الفنيين مش بس في كره الطائره ولكن في كل الالعاب الجماعيه على مستوى مصر في التاريخ الحقيقه، وارقامه وانجازاته بتتحدث عن نفسها، الكابتن محمد مسلم فنيدو. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ والف مليون 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 مبروك. الله يبارك فيك ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي. فرحتونا يا كابتن. الحمد لله، ربنا عوضنا خير. اي انجاز ما بيجيش غير بجهاز متكامل، واذا تحدثت عن الجهاز الاداري في فريق الكره الطائره محتاجين نتكلم كتير، لان النجاح ده مش هيجي من فراغ، لازم يكون عندك جهاز فني، جهاز اداري، جهاز طبي، الثلاثه لازم يكونوا على اعلى مستوى. بنرحب بالكابتن خالد ابو زينه مدير اداري الفريق، والحقيقه اللي كان ليه دور كبير جدا في تذليل كل العقبات مع اداره النادي الاهلي اللي قابلت الفريق وصولا بالفوز بالكاس. اهلا بك يا كابتن. كابتن هيثم، احنا متشرفين بحضرتك، ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، ومبروك للجمهور العظيم، ومبروك لزمايلي في الجهاز على راسهم الكابتن محمد مصلحي وبقيه زمايلي في الجهاز واللاعبين طبعا الابطال. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، واحنا سعداء بيكم في الاستوديو النهارده. الله يحفظك. معانا لاعب هو من احد مفاتيح الفوز، لاعب ينتظر مستقبل باهر، بل خلاص ما بقاش مستقبل، بقى حاضر، بقى احد اللعيبه المهمه في مصر دلوقتي جدا وفي النادي الاهلي، ونال ثقه كابتن محمد مصطفى حميدو حتى وهو في الناشئين. معانا ومعاكم الكابتن عبد الرحمن الحسيني احد نجوم الفريق. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا كوتش؟ منورنا بقناه الاهلي. منورك يا كوتش. مكسوف ليه ده انت؟ يعني ما شاء الله كان ليك دور كبير وبطل كبير. احنا سعداء بيك النهارده. الحمد لله، ربنا يخليك. الف مليون مبروك. ربنا يخليك. كابتن محمد، اجل حضرتك، يمكن انا دايما قبل ما اروح للحظات الفرح والانتصار لازم اجيبها من البدايه. فريق لعب دوري بكل شرف وتكاد تكون بتلعب بدون اجنبي الدوري، وتخسر في مباراه فاصله و3-2 في الاشواط، تروح على الكاس نفس الكلام، الخصم بيلعب باثنين اجانب جايبهم مستخدمهم خصيصا للبطوله، ولكن بتخسر برضه بشرف، وتروح بعد كده تاخد قرار حضرتك تقعد مع الاداره تروح افريقيا. جيب منين القرار ده يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القرار كان متاخد قبل خساره الدوري والكاس. انت عارف النادي الاهلي لما بيجي جالنا جواب من الاتحاد هنشارك ولا، تم العرض عليا انا طبعا وافقت، المجلس الاداره بناء عليه خد الموافقه. مش ممكن قرار مجلس اداره انا ارجع بعد خساره اقول لا مش هوافق مش هشارك، لا، كان عندنا طبعا الجراه. وعايز اشيد طبعا بالموقف الانساني قبل ما يكون اي موقف يعني من قائد كبير زي الكابتن محمود الخطيب. بعد ما خسرنا الكاس تاني يوم عزمنا على الفطار واحنا وفرقه السيدات، مش عايز اقول لك قال كلام ايه يعني، لو لا الكلام موجود. انا عايز اتوقف هنا يا كابتن، يعني انتوا خسرتوا الكاس النهارده المباراه الفاصله وخسرتوا بقى بيه الدوري طبعا، وحضراتكم راجعين حضراتكم تلقيتوا اتصال من كابتن محمود الخطيب، لا اديني ليلتها ليلتها اتصال الخساره من الكابتن خالد العوضي، فرقتك مع الكابتن محمود الخطيب في النادي بكره على حفله على فطار. انا مش عايز اقول لك الكلام اللي قاله كان تاثيره قد ايه على عليا وعلى اللعيبه. قال لنا ارفعوا راسكم فوق، انتوا بقالكم 20 سنه متسيدين اللعبه، بقى لنا 4 سنين تقريبا ما خسرناش ولا بطوله، لما تخسر بطوله او موسم او اي حاجه لازم ترفع راسك فوق. انا حسيت ان هو بيكلمني انا فعلا، انا كنت يعني طبعا الناس كلها كانت متضايقه طبعا، لكن انا بشكره. الجلسه كانت ده الفطار. بالظبط كده بالظبط. انا بصراحه اتبسطت جدا من انسانيته قبل ما يكون قائد، زي ما بقول لك كده حس بينا كلنا، حس فعلا ان احنا كفرقه متعوده على الانتصارات، وقف جنبنا جدا وقال لنا هتروحوا افريقيا ان شاء الله وترجعوا. الحمد لله يمكن هي دي كانت نقطه فاصله للعيبه، اللعيبه كلها حطت في دماغها الكلام دوت. وبص يا كابتن، بيعدي على لاعب بيسلم عليهم بايده، يعني كان ممكن يخش يقول سلام عليكم، لا ده عدد على لاعب ولاعيبه طبعا. ومش عايز اقول لك بقى الكلام بقى طبعا بتاع الاستاذ فاروق العمري والباشمهندس خالد مرتجي واعضاء مجلس الاداره كلهم، بصراحه وقفوا جنبنا بعد الخساره قد ايه. الحمد لله ان احنا قدرنا نعوض ببطوله كبيره جدا صعبه جدا في تونس مع الترجي. رحنا قبل البطوله ب4 ايام تقريبا، عملنا معسكر، كان اللعيبه في قمه تركيزها وفي قمه اصرارها على التعويض. الحمد لله يعني كانت هنا النقطه دي بالذات اللي هي الاجتماع ده كان فارق نقطه فاصله بصراحه. يمكن حضرتك بتعزي ده ان القرار كان متاخد من الاول، والنادي الاهلي ما بيرجعش في قراره. لا لا لا، مش عشان بتخسر بطوله، وهذه دي عبقريه النادي الاهلي. لا يعني لو جيت السنه اللي فاتت، لا مجلس الاداره كان في ظروف معينه ما رحناش بطوله افريقيا، كانت في رمضان وكان في كورونا وكان ظروف فرقه ما كانتش مساعده، كان ما لعبناش بطوله ماتشات قويه كتير،
فاتخذ مجلس الاداره قرار ان احنا ما نروحش السنه اللي فاتت، فمش هنرجع فيه. السنه دي خدنا قبل ما نخسر الدوري والكاس، هنروح افريقيا او رحنا افريقيا الحمد لله. دي عبقريه الاداره. وخلينا نسمع كابتن محمود الخطيب قال ايه في الفطار النهارده. الحقيقه يمكن احنا حبينا ان احنا نقعد مع بعض، حبينا ان احنا نشوف بعض في بيتنا في النادي الاهلي اللي كلنا اتعلمنا فيه حاجه كتير جدا، علشان في رساله مهمه جدا عاوز اقولها ليك كلكم. احنا بنلعب رياضه، والرياضه فيها فوز وفيها خساره. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين عدد مرات الفوز بتاعته كتير جدا، تاريخ كبير. بس انا النهارده بتكلم على فريق طايره، سواء رجال او بنات، بنعتبره احنا وبيعتبروا الواقع وبيعتبروا التاريخ ان انتوا فرقتين من الفرق التاريخيه الاسطوريه. اللي انتوا حققتوه محدش تاني حققه، اللي انتوا انجزتوه محدش تاني عمله. علشان كده انا عايز ابتدي بفريق الرجال. احنا سعداء بيكوا جدا، انتوا اخلصتوا جدا جدا في شغلكوا. انتوا بقالكوا 20 سنه واخدين اكتر من 45، او في خلال 20 سنه اللي فاتوا، اخر 20 سنه 45 بطوله، ما بين دوري، ما بين كاس، ما بين افريقيا، ما بين عرب. انتوا يجب انك تفخروا بنفسيكوا، والنادي الاهلي فخور بيكوا، وجمهور الاهلي فخور بيكوا، ان هو شايفينكم بتاعته ازاي، شايفينكم مخلصين ازاي. علشان كده كنا لازم النهارده نقعد نتكلم، ترفع راسك ان انت راجل اولا اهلاوي، نمره اتنين انت ما حدش جنبك، ترفع راسك علشان انت راجل انجزت اللي ما حدش انجزه، اللي انتوا عملتوه خلال انا قلت لهم بس هاتوا لي اخر 20 سنه بس، جابوا لي احصائيه باخر 20 سنه بس. في اخر 20 سنه مش اقل من 45 بطوله. مين في المنطقه وفي افريقيا عمل ده؟ بس مش معنى كده ان احنا نكتفي بده. احنا وقت يعني ان احنا نتعثر ده طبيعي، محدش بيكسب على طول، مفيش فريق في العالم بيكسب على طول في أي لعبة من الألعاب. لكن في فريق بتاع بطولات تروح منه مرة بطولة، بطولتين، سنة، ماشي. لكن فريق بطولة بيرجع، وبيرجع بسرعة، وبيرجع أقوى من مكان. عندما يكون رئيس النادي بهذا الفكر وبهذه الروح، لازم ده ينعكس على كل الفرق. الحقيقة يعني بشهادة ضيوفي وكابتن محمد مصالح ميدو، اللحظة دي كانت لحظة الانطلاق اللي بيها رجعنا بطولة افريقيا. ويمكن اجي لك كابتن خالد، دائما ابدا لحظات الانتصار دائما بتتولد من رحم المعاناه. يمكن خساره الكاس والدوري كانت قمه المعاناه لهذا الفريق، لانه متعود على المكسب بشكل يعني كان في ترتيب وتخطيط معين ضد الفرقه وضد النادي الاهلي ولا يخفى على احد. كلمنا يا كابتن عن اللحظات الصعبه اللي انتوا عشتوها والفرق ما بينها وبين الفوز ببطولة افريقيا. حضرتك وجهت نقطة مهمة جدا. حضرتك احنا في الدوري والكاس احنا ماشيين لغاية الإسماعيلية كسبانين الزمالك 3-0، والمفروض داخلين واتعمل الرانكينج بتاع الثمانية وان احنا أول فرقة. صحيح. جينا حضرتك داخلين على البلاي أوف بتاع الدوري، فوجئنا ان في قرارات اتخذت معينة تمام لدخول 2 لعيبة أجانب محترفين في نادي الزمالك، ولعيب كان محترف في بلغاريا رجع ودخل في المنظومة بتاعة الفريق. قد يكون في خطأ في اللائحة، وقد يكون أن الكلام ده كلام غير منطقي على الإطلاق، لأن احنا ما شفناهوش في الرياضة. المفروض اللي بيبدأ بيعمل ستارت من بداية الموسم تراكم. تمام، بيبقى تراكمي لغاية الآخر. نعم. والمفروض حضرتك أن يبقى فيه مرتين تسجيل
مرة في يوليا ومرة في يناير فقط. فقط تمام. اللي حصل عكس ذلك، يعني فريق خسران 7 مباريات ياخد الدوري. انت كده بتشجع الأندية ان هي الفترة الأولانية ما تعملش حاجة. طب ما احنا انا بس هتكلم في جزئية، جزئيتين مهمين. الجزئية الأولانية مصلحة منتخب مصر فين، اللي هي اللعيبة اللي حضرتك بتحتك دي، هي دي المفروض بتبقى نواة لمنتخب مصر كويس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اذا كان الامر كده طب ما احنا سيادتك طول السنة ما نعدش الصغار اللي احنا شايفينهم دول تمام، ونروح جايبين 2 محترفين في شهر مارس ب 200,000-300,000 دولار واكسب البطولة. واكسب البطولة اذا كان هي مكسب. وانا انا فاهمك الموضوع ده عايز حلقة بالظبط كبيرة بالظبط. نيجي للقطة الجميلة اللي حصلت بتاعة الكابتن محمود الخطيب، وانا يعني كابتن ميدو نوع عليها، وانا بقول لحضرتك اتكلمنا عليها في الكواليس يا كابتن. اه دي بقى دي دي, دي كانت نقطة يعني يعني فارقة. اولا انا قديم في النادي الاهلي وبقى لي فترة كبيرة تمام، ما حصلتش معايا ان احنا لسه ما لحقناش وصلنا الفندق زي ما قال الكابتن ميدو، واتصل بينا الكابتن خالد العوضي وقال فطار بكرة والكابتن محمود الخطيب. صدقني والله 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 انا ما عايز اقول لك، يمكن من لحظتها لغاية تاني يوم الفطار، انا شخصيا هكلمك عن نفسي، انا مش متخيل ازاي هقابل كابتن محمود الخطيب وانا خسران. وانا خسران. لا ده قابلكوا بقى كابتن محمود وفي ايده اليمين ماسك احصائيات الفرقه. جاب احصائيه، ودي كانت المفاجاه بالنسبه لنا، انه يبقى معاه احصائيه الولاد والبنات. احصائيه الولاد 45 بطوله زي ما حضرته قال، والحاجه الثانيه احصائيه البنات 52 بطوله. وجاي بيفاجئك وجاي بيقول لك ارفع راسك، انتوا فريق بطولات، انتوا فريق النادي الاهلي بيتشرف بيكوا، ارفعوا راسكوا، اقفوا واعملوا ستارت. اقفوا كرر اكتر من مره، ارفع أيوة. راسك، ارفع راسك أيوة. عشان رقم واحد انت اهلاوي بالظبط. وستوب ابص الورقه اللي فيه كابتن محمود الخطيب، دي احصائيات الفريق اخر 20 سنه بالزبط. يعني كابتن محمود جاي مذاكر كويس، جاي مذاكر واخد بال حضرتك. النقطه اللي بعد كده برضو عشان حضرتك تبقى فاهم، اصبح فيه غير المسؤوليه ان احنا رايحين نلعب بقى افريقيا وليها مشقه ومشقه كبيره جدا واعباء اداريه، لا ده بيحط بقى طوق في رقبتنا كلنا تمام. والبعض واخد باله من الكلام ده، هو انسان ذكي جدا طبعا وحاجه يعني فائقه في اخلاقياته طبعاً. لا ده بيحط بقى في رقبتك طوق، خدوا بالكم منتظرين منكم. احنا منتظرين منكم تمام، تقدروا وانتوا تقدروا وتجيبوا وفين في 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 في, في تونس وتسعة منتخب مصر منتخب تونس. احنا بنلعب 9 منتخب تونس، خلي بالك دول اللي فازوا علينا. اللي احنا شايفينه ده يا كابتن خالد رد للطايره المصريه بالزبط. الاعتبار لان بالزبط. انت بتلعب من غير اجنبي بالظبط، انت يكاد يكون معكش اجنبي، انت بتلعب لعيبه مصريين بالزبط. والتسعه التانيين دول منتخب تونس، تونس اللي فاز عليك مرتين في النهارده بنرد اعتبار الكره الطائره بعد ما تسيدت المصريه مصريه بعد ما تسيدت تونس البطوله الافريقيه من 4 سنين 5 سنين. دي نقطه فاصله والمفروض برضو ان احنا نعمل سبوت عليها علشان حضرتك تبقى فاهم ان الرجاله اللي شايفهم حضرتك دول، دول رجاله ردوا اعتبار دول رجاله طرح. مش هتكلم على مين ولا مين ولا مين تمام. احنا كنا كتله واحده هناك طبعا، باين يا كابتن احنا كنا كتله، واخد بال حضرتك. وصدقني كان في اعباء كتيره جدا طبعًا. اداريه هناك كواليس، واخد بال حضرتك. جالي مدير الفندق مستر علي بعد البطوله وسلم عليا وحضني وقال لي كلمتين، قال لي انا ما كنتش عارف انت عمال تدقق في كل حاجه كده ليه، قال لما انتوا خدتوا البطوله ودخلتوا علينا دلوقتي في الريسبشن وجبتوا البطوله صح. احنا فخورين ان احنا نتعامل معاكم. ده النادي الاهلي يا كابتن، وانا قلت المكسب مش هيجي الا بتعاون الثلاث اجهزه الفنيه والاداريه والطبيه. مش عايزين ننسى اداره النشاط الرياضي طبعا طبعا. لا ده هو مش عايزين ننسى، لا كابتن خالد العوضي مجلس لا لا مجلس الاداره انا بتكلم على لا طبعا من الوزير العمري لخالد بيه مرتجي، خد بالك جالنا هناك واتعشى معانا وكان له اثر كبير جدا طبعاً. وكلم اللعيبه برساله اهلاوي اهلاوي يعني، خد بال حضرتك مجلس اداره بالكامل بالكامل. مش هسكت يا ميدو. خلينا نروح بقى لاحد يعني ابرز النجوم الحقيقه، اللي انا بحبه. شوف بقى انا بحب لعبك والله ما بهزر، انا بحب اتفرج عليك يعني. في لعيب كده العين ما شاء الله ربنا يحفظك تحب تتفرج عليه يعني. قول لي يا حسيني كلمني عن
من اول انت ماسك الكاس وفرحه طبعا لحظات يعني جميله جدا. خلينا ارجع لك انت من اول ما طلعت مع الفريق الاول طلعت سنه كام؟ والله انا يعني بقالي تقريبا 3 سنين او 4 سنين مع الفريق الاول. طلعت وانا كنت لسه يعني لسه في الناشئين وكان فاضل لي سنتين ثلاثه وانا في الناشئين يعني مش كنت خلاص يعني على ابواب الدرجه الاولى يعني لسه يعني. كان لسه قدامك سنتين بقاله 4 سنين بالظبط بيتمرن ما شاء الله. كان كابتن محمد صالح ميدو اللي صعدك. كابتن ميدو اول واحد صعدني الدرجه فاكر الأولى. اول ما صعدك قال لك ايه؟ فاكر اصل انا برجع بالفلاش باك ورا هو انا بصراحه اول تمرينه دي بالنسبه لي شايف ضباب يعني بتمرن جامد موقف حلو قوي. قول لي عمل غلطه كده احمد صلاح راح مزعق له الواد ده ما كان اول مره يعني ده انت ليك الشرف والله اتخطف خطفه انا قعدت اضحك ضحك والله لا حول ولا قوه طبعا اتمرن جنب يعني لعيبه مصر الاولى بالظبط يعني انا اخويا كان بيلعب معاهم وكنت باجي اتفرج على تمارينهم واجي العب جنبهم في الملعب وانا صغير يعني فلقيت نفسي مره واحده بلعب جنبه في الملعب وبيزعق لي فاللي هو مش عارف اعمل حاجه حلوه اللقطه دي كابتن محمد صلاح بيوجهك الملعب انت فصلت هو كان بيهزر اصلا هو كان يعني هو قاعد يضحك بعدها يعني بعد اربع سنين من اول تمرينه شايف انت النهارده في افريقيا انت واحد من المفاتيح المهمه للفوز طبعا كل فريق وانت واحد من المفاتيح المهمه في كاس مصر اللي رجعتنا نلعب مباراه فاصله وانت عمرك لا تعدى 22 سنه في وقت فريق الناحيه الثانيه جاي مدجج بالاجانب والكلام ده كله شايف الاربع سنين دول انت رحت فين يعني ايه اللي حصل معاك وايه الطفره اللي حصلت في مستواك بالظبط يعني الاربع سنين دي اعتقد يعني بتبقى فرصه كامله ان انت تاخد تتعلم كل المواقف اللي ممكن تتحط فيها بالذات يعني من اللعيبه الخبرات وبالذات ان هو يعني الجهاز الفني كله كابتن ميدو وكابتن جمعه وكابتن تايجر كل دي يعني لعيبه عشره اللعيبه كلها كتير. وشافت كل الاحداث فطبعا بيدونا خبراتهم واللعيبه كلها كانت بتساندنا. طب قيم نفسك في الاربع سنين زدت كام في المية؟ انت اتكلم عن نفسك. لا يعني بصراحه زدت كتير قوي يعني كتير قوي يعني زدت 50% خبره و60 يعني زدت يعني نسب كبيره بالذات الخبره كمان انت حاسس انت بقيت افضل بالظبط يعني حتى الخبره هي اللي بتدي تقل في الملعب او ثقه في الملعب ان الواحد يعمل اللي هو ايه واثق من ان هو يقدر يعمله يعني انا ممكن اكون بعرف اعمل كده بس ما عنديش الثقه ان انا اعمل كده. كابتن محمد بيديك الثقه يعني عمل ايه معاك على الهوا عشان يديك الثقه؟ لا مهم الحاجات دي خلي بالك. لا كابتن ميدو بصراحه يعني وقف جنبي في مواقف كتير قوي ومش هنسى طبعا اخر فتره دي كنت خلاص بقى كل ما اوصل كل ما اعمل حاجه غلط كان سين بيني والكابتن ميدو كده يقول لي تعالى يقعد يشد في ودني كابتن ميدو احنا في البطوله في النهائي نفسه عمل معايا الموقف ده يعني اللي هو خلاص يعني ينادي لك في الملعب تقرب منه انت عارف انت عملت ايه بالظبط انا اجي اعمل كده عارف الحلو يا كابتن ان هو يبقى عارف الغلط بتاعه خلي بالك كابتن ده هو اولا هو قبل البطوله اساله كده انا قلت له ايه طب قول لي انا عايزك ايه كان كابتن ميدو على طول دايما بيقول لي انا عايزك تاخد احسن لاعب في البطوله يعني وعايز ثقه جامده جدا قلت له مش هقبل اقل من احسن في البطوله ما شاء الله دي ثقه كبيره جدا خلي بالك مين اللي بيقول لك لا مين اللي بيقول لك اللي مره مين واللي هو كان ايه كمان بالظبط بيقول لك انت تصلح تبقى احسن لعيب فدي طبعا ده يعني حمل تقيل قوي يعني بس يعني الحمد لله عدت على خير يعني لا عدت على خير وعدت على خير قوي الحمد لله ده يعني انا بقول لك ان يعني انا بقول لك والله مش عشان انت معايا انت من اللعيبه حتى في الاستوديوهات التحليليه لو كنت الناس بتبلغك انا بحب اتفرج عليك بحب اتفرج على انت مهاري يعني حركات كتفك بايدك بتوجيه كره يعني 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 مش عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله انت عامل ازاي وحتى كابتن وائل العايدي لما كنا في الاستوديو التحليلي قال ما شاء الله عليه يعني حاجه كويسه جدا نزل بوست جميل قوي بعد ما خلص ايه نزلت بوست ايه بوست يعني كنت بعد المكسب بعد المكسب لوالدتي الله يرحمها عشان هي كانت طبعا كده تبقى مبسوطه بيها جدا يعني وكان نفسها تشوف يعني الموقف ده يعني. انا فاكر ان كان ساعه وفاه والدتك كان في مباراه مع الاهلي وسموحه انت اخوك بيلعب في سموحه بالظبط وتم تاجيل المباراه صح. عشان بس عايز اقول لك هي اسعد واحده دلوقتي لو موجوده هتبقى بيك انت واخوك طبعا لان الله يرحمها هي ليها يعني كتير جدا فيك وهي ست فاضله ست فاضله وربنا يرحمها وده يعني مش غريب عنك انت كده بتبرها خلي بالك يعني احنا ما اتقطعتش العلاقه مع اهالينا بعد الوفاه انما انت بتبرها كلامك عنها وخليتنا نتذكرها ونترحم عليها كل ده بر يعني خليك ما ماتش بس برافو عليك يعني احنا عايزينك تستمر كده بس اي لعيب ليه طموحات انت بدات اهو الحمد لله اكيد خدت بطولات مع النادي الاهلي خدت افريقيا كمان مع النادي الاهلي وانت شايف وانت بتلعب طموحاتك ايه تاني والله طبعا يعني طموحاتنا في النادي الاهلي ما مش ملهاش سقف يعني
بس طبعا يعني الحمد لله ان انا افتتح كتاب افريقيا بالنسبه لي يعني. طب هنا كابتن خطيب بيقول لك ايه؟ كابتن خطيب هنا كان بيسالني على سني كام بالظبط، فرديت عليه قال لي ما شاء الله يعني حاجه تشرف. وطبعا يعني اتبسطت لما سالك على سنك؟ جدا طبعا يعني. اتبسطت هو كان بيسلم وكان مبسوط قوي. طالما سالك على سنك يبقى هو شايفك ان انت يعني مستوى كل حاجه. هم تبع كل حاجه، تبع كل حاجه ما شاء الله. لا رئيس نادي يعني بامانه يعني ليت الشباب يعود يوما فارجع العب تاني. بسيطه بس يعني اكيد يعني احساسك وانت حاسس ان مصر كلها دلوقتي بتتكلم عنك وانها شايفاك ان انت مستقبل الفولي بول في مصر بيحط عليك عبء جامد. طبعا بيحط عبء كبير قوي يعني، ولسه كمان انا لسه ما انضميتش للمنتخب خالص، فلسه اول قابل. يعني الفرصه لسه جايه ان شاء الله. طبعا بيحط عليها عبء كبير قوي ان انا لسه ما خدتش الخبرات الدوليه يعني، وكلها كانت خبرات ناشئين يعني. هتاخدها بسرعه بالظبط. طب المدير الفني الجديد اللي كلمك، اتكلم معاك مدير فني المنتخب قال لك والله حاجة. هو كابتن حسن حسن المساعد بس هو اللي اتصل بيا وقال لي يعني منتظرينك في المنتخب بس يعني ان شاء الله يعني. بس هو بيعتمد على الشباب في المنتخبات يعني، هو السي في بتاعه بيعتمد على الشباب. اتفرجت على الماتشات الاخيره مع البحرين والسعوديه وكده. فانت متابع يعني، انت رايح المعمعه بالظبط. كابتن محمود الخطيب وهو هنا بيستقبلكم بيكسف لقطه برضه جامده. يعني معلش ده برضه حاجه دي جميله دي تكمله لفطار رمضان يعني. اتفضل يا كابتن. دي تكمله لفطار رمضان. لقطتين. قال لنا انا عملت لكم المسؤوليه وجيت عشان اسلم عليكم. ودي لقطه يعني بالرغم فيها كل الفخامه منه عليك. بصراحه يعني. يعني بص يعني لما هو متابع وبتحس انت قد ايه اسعدته. لقطتين ما بينهما بطوله افريقيا. سياده الوزير العام فاروق طبعا كان في مقدمه المستقبلين. وخليني اقول لحضرتك ان لقطتين يا كابتن محمد، الفطار واستقبال بينهما بطوله افريقيا. صح، هو ده النادي الاهلي. صح. واللقطه اللي جايه ان شاء الله تكريم جماعي لكل الفرق. اتمنى لك كل التوفيق عبد الرحمن بامانه. انت لاعب انا يعني قلت لك وهقولها من رغبه، انا بحب اتفرج عليك ما شاء الله. كابتن ميدو اجل حضرتك، يمكن الموسم كان فيه صعاب كتيره جدا جدا زي ما قال كابتن خالد، اتكلم عن بعضها وهو الفلو الشديد والتيار الشديد اللي كان ضد الفريق. يعني من ضمن الامور السلبيه اللي دايما بيصدروها لنا ان فرقتنا فرقه عواجيز وان فرقتنا مش عارف ايه، ترد على الناس دي تقول لهم ايه يا كابتن؟ طيب عشان بس نكون واضحين كده، يمكن السنه دي من احسن السنين اللي تم تخطيطها لفرقه الفولي. هقول لك ازاي. طبعا فرقه معدل العمر انا ما اكذبش ان هو كبير، فتم ان هو كابتن عبد اللطيف وكابتن محمود رؤوف بطلوا، جبنا مكانهم محمد عصران وعبد المحسن، محمد عبد المحسن لعيبه صغيره، دول حلوا مكان دول وابتدينا احنا نزلت بالاعمار. نزلنا بالاعمار حوالي سنتين، ابتدينا تمرين كويس جدا، جبنا محترف كويس جدا من امريكا جاريت. على فكره لعيب محترم جدا، لعيب ذكي جدا في كل المميزات. كان قاعد مع الحسيني في الاوضه، كان قاعد معاك في الاوضه على طول حسيني. ولعيب ذكي جدا وعمل موسم معقول جدا، بس اصابته طبعا حرمتنا منه في الكاس وحرمتنا منه في الكاس. ظروفه عنده ظروف صعبه الحقيقه، وهو دلوقتي في منتخب امريكا يعني. المهم استعدينا استعداد كويس جدا، مشينا زي ما لعبنا 28 ماتش دوري وكاس، الحمد لله كسبناهم كلهم 3-0، كل الفرق اللي لعبناها وكسبناها 3-0. صحيح. طبعا هو نادي الزمالك استغل اللائحه بمنتهى الامانه في موضوع ان هو اثنين محترفين، القيد ما كانش فيه وقت للقيد، ربنا وفقهم. بس يا كابتن معلش، انا هو استغل اللائحه بس كان في مساعده عشان بقى يعني. المساعده ايه؟ ان انا اجل لك مبارياتك لغايه ما الكلير نسيت. انا مش عايزك تتكلم معلش، انا مش عايز، انا بس انا بشيل من عليك الحرج. انا اللي بتكلم ان هو في ماتشات تم تاجيلها. معلش الكلام ده مش على لسانك، على لساني انا هيثم. لا انا هجي لك في كل حاجه. انا هجي لك في كل حاجه. اتفضل. هو استغل اللائحه استغلال كويس جدا، وربنا وفقه كمان في اثنين محترفين كويسين بمنتهى الامانه، ورجع رضا هيكل لعيب طبعا محترم. الكفه بقت متوازنه بمنتهى الامانه. لا هو كسبنا ماتش، احنا كسبنا ماتش يعني. الفكره 3-2 3-2 وفي نهائي الكاس في نهائي الدوري كسبونا 3-2. هو فعلا عرف يعني الفرقه بقت ماتشات بقت ايكوال خالص. خسرنا دوري وكاس طبعا، كانت مسؤوليه كبيره جدا عليا وعلى الفرقه وعلى اللعيبه الكبار بالذات ان احنا نروح افريقيا ولازم كان يعني كان لا بديل عن الفوز يعني. وكانت في منتهى الصعوبه بصراحه ان انت تلعب الترجي في وسط الجمهور 9 لعيبه زي ما قلت، 8 لعيبه منتخب تونس، منتخب تونس تقريبا بتلعبه. الحمد لله عملنا محاضره كانت كويسه جدا،
يمكن تامر قال لي بقول لك ايه انت تجيب ورقه لكل واحد وبتاع، وفعلا عملت كده وعملت ورقه لكل واحد. المهم يعني المحاضره كانت كويسه جدا. نعم. نزلوا الاولاد عملوا حوالي 90% من اللي احنا قلنا عليه. كان في تركيز، كان في تركيز كبير جدا، والرجاله عملوا ماتش كويس جدا، قدرنا نحسم الحمد لله. الـ 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 ما قلتوش من الجمهور يا كابتن؟ يعني الجمهور احنا مش واخدين على الجمهور ده في مصر. ما هو بقى فرقه العواجيز بقى هي دي مميزات بقى. فرقه العواجيز فرقه العواجيز اما احمد صلاح ياخد احسن لعيب في بطوله وعنده 38 سنه في بطوله زي دي. مين العجوز ده؟ احنا العواجيز يعني. عبد الله ياخد احسن لعيب وحسام وقطب والناس دي لا عوض عنها، ناس خبره كبيره جدا جدا في وعبد العال وعبو، مش عايز انسى حد طبعا من عبد الله بسلام، كل دول الناس دي ليها دور كبير جدا في الفرقه مش قليل. وحضرتك لو شايف، انا بقول برضو الكلام ده، حضرتك شايف انه الافضل امر تاني كنت هتقول، مش هتعمل خاطر لحد، انت شايف ان هم الافضل وما زالوا الافضل. الحمد لله الحمد لله، مش هتجامل حد على حساب النادي الاهلي. ودينا بنطلع مثلا واحد زي الحسيني، واحد زي مرجان وبيتالق وواحد زي مرجان طلعنا صافي يحترف بره، في ناس اعراض بره من اللعيبه الصغيره عشان تاخد احتكاك، والناس دي كلها هترجع تاني. فالحمد لله في الحمد لله ماشيين بتخطيط. انا كنت قدمت استراتيجيه للكابتن رؤوف لمده 4 سنين قدام، مين اللعيبه اللي جايه، مين اللعيبه اللي هتبطل، مين وهكذا بالمراكز بكل شيء بكل حاجه بكل حاجه. ففي تخطيط لمده 4 سنين قدام طبعا متاحه للكابتن خالد العوضي ان هو يشوفها طبعا ويطلع عليها. وانا ان شاء الله رايح بكره باذن الله اقدم له التقرير بتاع السنوي وان شاء الله بحيث يكون قدامه كل الاحتياجات بتاعت الفرقه، الداتا بتاعت كل واحد، رؤيتك كمان ايه اللي حصل على الحسيني، ايه موقفه في الفرقه كلها من السكاوتنج بتاعه، كل واحد كده يعني كل حاجه الحمد لله حطيتها في الملف وان شاء الله هقدمها بكره لكابتن خالد ان شاء الله. كابتن خالد العوضي، يمكن كابتن خالد اجي لك نادي الفرقه دي، كابتن محمد مصطفى حميد واللي قاعد معانا وحضرتك واللعيبه، انا ما افتكرش ان انتوا طلعتوا موسم صفري، يعني ما حصلش ان احنا خرجنا موسم بدون بطوله. صح. حتى في أسوأ الظروف لما كان في جيل بيبطل وجيل بيخش وجيل طلع وجيل احترف برضو خدنا بطولات. الكلام ده صح يا كابتن خالد؟ اه طبعا. كابتن ميدو دلوقتي دي السنه الخامسه له، كانت البدايه برضو بافريقيا، وبعد كده بقى دوري وكاس وافريقيا، دوري وكاس وافريقيا، دوري وكاس وعرب، واخد بالك؟ احنا خسرنا السنه اللي فاتت بس كاس، والسنه دي الدوري والكاس. انما ما شاء الله عمرنا ما طلعنا الحمد لله بموسم صفري، وده بيدل زي ما قال كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب قال الفرقه دي فرقه انجازات، انجازات يعني ممكن تروح منك بطوله بس انت ماشي على الطريق اللي بيحصل. وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضو عشان حضرتك يبقى عندك خلفيه والساده المشاهدين يبقوا عارفين والجمهور يبقوا عارفين، يعني احنا خدنا بطوله افريقيا واللعيبه، انا كنت مع اكبر ناس امبارح تمام، ناس زعلانه ان راحت منها الدوري والكاس، يعني مرحله غير مكتمله كمان. لا هم طبعا فرحانين ان هم جابوا افريقيا جدا، لان زي ما قال الكابتن ميدو ان ده كان مفيش حل تاني، احنا لازم نكسب، لازم نكسب، واخد بال حضرتك؟ لكن اللعيبه من جوا اسال محمد اسال عبد الرحمن هيقول لك انا زعلان ان انا خسرت الدوري والكاس، واخد بالك؟ وخاصه ان هو عمل ماتش كاس كويس جدا. هم من جواهم زعلانين لان عبد الله عبد السلام امبارح بيقول لي بالحرف، بيقول لي انا مش متخيل ان انا ممكن اخسر دوري في النادي الاهلي، ومش متخيل ان انا ممكن اخسر من الزمالك في تاريخي، وشوف تاريخه كله، واخد بال حضرتك؟ هتلاقي الدوري واتنين كاس في كل تاريخ عبد الله اللي بقى له 20 سنه منه. واحمد قال نفس الكلام، واخد بال حضرتك؟ وزعلانين كمان عشان جدا جدا جدا، يعني الموضوع الناس فاكره ان فعلا الكاس معها، لكن انا بقول لحضرتك لا، هم زعلانين وزعلانين جدا وزعلانين على النادي الاهلي ومركزين في اللي جاي ما شاء الله. وانا بقول لحضرتك الكلام ده عن ثقه وعن قربي للعيبه، وكابتن ميدو عارف الكلام ده، يعني ده موضوع. اصل انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده عمل واحنا بنجتهد فيه وبنحسن النيه، ولما تلاقي كمان اداره حاطه عينيها عليك و سبورت ليك جدا جدا جدا، واخد بال حضرتك؟ اعتقد ان انت ما عندكش حاجه يعني مشكله. يعني مش مشكله، هو طبعا قدر الله ما شاء فعل كل حاجه، بس احنا تعبنا جدا الموسم ده صحيح،
من بدايه شهر 8 لغايه دلوقتي مرهق كتير، مرهق تمرينات الصبح بعد ما بتشوفش اللعيبه يعني جبنا مراتب احنا في اوضه اللبس كده وقعدنا وبننام عليها وده يشاكس في ده وده يشاكس في ده، فكان بتبقى بتصعب عليك ان انت بعد المجهود ده جدا وفرقه اخرى ما تعبتش تعمل ده. دي اول مره يتعمل بلاي اوف برضه ما اعرف دي اول انا سيبنا انا بقول يا كابتن انا سيبنا دي اول مره يتلعب بالبلاي اوف، بس للاسف الشديد هيتعدل السنه الجايه ان هيبقى في يوم راح. انا ما اعرفش ليه خد بال حضرتك ما انا بقول لحضرتك يعني هم لو بصوا في العالم كده لو بصوا لايطاليا لو بصوا للباسكت اللي احنا خدنا ولعبنا بيه يوم راحه لازم يوم في راحة. في يوم راحه واخد بال حضرتك هو في كاس بلاي اوف يا كابتن معلش يا كابتن خلينا بس اتكلم هو في كاس في العالم بيتلعب بنظام البلاي اوف معلش هات لي دوله في العالم وانا بقول اللي بقوله ما في الكاس هي مباراه اقول لحضرتك ان احنا في تاني ماتش في الدوري لينا اللي كسبناه 3-0 سامح جاي لك دلوقتي يا حضرتك سامح. دكتور سامح وهتساله قال لي بص اعمل اي حاجه انا لازم اعمل ريكفري طبعا واخد بال حضرتك اقول لك ان احنا فتحنا الاسبا بتاع الفندق وطلعنا بره اشترينا تلج عشان اللعيبه تعمل ريكفري صحيح صحيح لا طب كابتن خلينا نروح لعبد الرحمن قبل ما نطلع الفاصل عبد الرحمن مين مسك الاعلى في مصر اخوه طبعا مين اخويا اول واحد طبعا اللي حطني على الطريق اهنيك على هذه الاجابه والله العظيم انت والله العظيم انت اخ وابن وكل حاجه بره يا ابني والله عشان تقول اخوك هو مسك الاعلى وان شاء الله حطني على السكه وهتلاقي هو بيحبك وهتلاقي هو بيحبك ويحب لك الخير طيب انا بشكركم شكرا جزيلا عبد الرحمن نورتيني وشرفتيني احنا نطلع لفاصل عشان نستقبل طبعا الجهاز الطبي نورتيني واتمنى لك كل التوفيق كابتن خالد نورتيني الله يحفظك حاجه جميله وحماس وديتنا طاقه ايجابيه كبيره جدا لا طبعا طبعا متشكرين يا كابتن ربنا يخليك ومتشكرين جدا وبنشكر تاني مره مجلس الاداره على راسه الكابتن محمود الخطيب والسيد الوزير العمري والمهندس خالد مرتجي وكل اعضاء مجلس الاداره نسينا نشكر الاستاذ الفاضل محمد الضماطي اللي جانا رئيس البعثه والحقيقه يعني هو جه 24 ساعه ولازم برضو ان انا اشكره تمام وكان المفروض يجي قبله المهندس محمد سراج بنقدم له التعازي في وفاة والده الله يرحمه وقبله محمد الغزاوي اصيب طبعا مجلس الاداره بالكامل مجلس الاداره كله بروح الفن الحمراء بشكرك يا كابتن شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل عشان ينضم لينا بعد الفاصل الجهاز الطبي بالكامل اللي كنا جايبين سيرتهم دلوقتي ان هم عملوا دور كبير جدا عشان نوصل بهذا الفريق بهذا الانجاز نطلع لفاصل عشان نستقبل فيه الجهاز الطبي احنا ملوك اللعبه احنا بنعليها احنا بدعنا الصنعه انتم جايين بعدينا احنا نهدي الجبال اسال يا ابني علينا الاهلي سيد القاره واتقال واحد فيها بطوله يمين بطوله شمال كله على السكه وشغال الضربه الابيض هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش عبد بيقصر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا زي ما قلت لحضراتكم في البدايه يعني صعب اي انجاز يتحقق من غير ما يكون في منظومه كامله طبعا احنا منظومه اداريه في نادي الاهلي حدث ولا حرج ولكن داخل الفرقه عندنا جهاز فني طبعا على راس المنظومه وجهاز اداري وجهاز طبي قبل الفاصل كان معانا الجهاز الاداري على راسه كابتن خالد ابو زينه النهارده الجهاز الطبي الجهاز الطبي بذل مجهود فوق الوصف لان الحقيقه تلاحم في الموسم محطوطه جداول صعبه كان لازم يكونوا معانا لان هم دول الحقيقه من احد الابطال المجهولين في هذا الفريق وليس مجهولين ولكن هم معلومين ولكن لجمهور الاهلي لازم نحط الضوء عليهم برحب في البدايه بالدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا بيك اول مره حضرتك تشرفنا وده شرف كبير مره قبل كده من 3 سنين فعلا نورنا يا كابتن تشرفنا معانا الدكتور سامح ظلام دكتور العلاج الطبيعي للفريق والحقيقه هو يعني حط كده بين قوسين مشجع درجه ثالثه اهلا بيك يا دكتور انا بقول الكلام ده صح ولا غلطان لا مظبوط ده انا بشوفك على البنش بتبقى ايه ده مشجع وتشيل وتحط يا جماعه ده دكتور انت متاكدين دكتور الفريق ولا ايه الوضع هو حقيقي التعب اللي مع الفرقه هو اللي بيخلي الواحد يشجع بالحماس ده يعني دكتور اجي لحضرتك في البدايه اكيد قابلتك صعاب طبعا كابتن محمد مصالح ميدو حضرتك مكمل معانا من البدايه بس ابتدي مع حضرتك الفريق يعني اكيد في صعاب مرت عليك اصابات مرت عليك اوقات في نقص ضغط ماتشات عايز تعد اللعيبه كلمني عن الفترات دي كنت بتغلب عليها ازاي هو بص حضرتك انا بصراحه عاوز يعني اتكلم على كذا نقطه كده يعني في دماغي عشان اجمعهم يعني
اول حاجه انا بشكر كل الجهاز اللي معايا وبشكر اللعيبه وكل الناس طبعا راسهم ميدو، بس بشكر شكر خاص للدكتور سامح لان هو كان برضو عامل مجهود بطريقه بروفيشنال وبثبات وبهدوء وكل يعني ان هو دوره في الفرقه نفسه كعلاج طبيعي دور كبير، وفعلا على مدار كل الفترات كنا بنحس بهدوء كامل في تاهيل اللعيبه وان احنا ريكفري بتاع اللعيبه كل ده كان سامح بصراحه عنده الملكه الهدوء ديت الحمد لله. تاني حاجه في نقطه حضرتك كنت اثرتها انا حابب اتكلم فيها. اتفضل. موضوع السن بالنسبه للعيبه يعني انا عايز اقول برضو حاجه طبيه ماليش دعوه بالتكنيكال، خد راحتك ماليش دعوه بالتكنيكال خالص يعني يعني في احمد صلاح وعبد الله حتى لو سامح كنا بنتكلم على يعني الكفاءه الجسديه واللياقه البدنيه للعيبه ديت. يعني احمد صلاح بنشوف يعني حتى تقسيمه جسمه عضلات رجليه قوه دراعه وسرعتها كل ده كفاءه يعني درجه عاليه جدا صحيا طبيا ما شاء الله واختبارات طبيه بكفاءه عاليه جدا. وعبد الله السلام كذلك الناس عندها برايفت ترينرز، الناس كلها عندها يعني 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 اهداف واضحه ان هم يكملوا بكفاءه مش مجرد ان هم يكملوا خلاص. فيعني ده كان كلمه انا عايز اقولها عشان يعني اقول اطمن حتى جمهور النادي الاهلي. لا ده انا بحييك على ده لان ده مهم راي الطبي في الموضوع. ايه ده حاجه يعني قويه جدا. وثالث حاجه بقى فعلا كلهم اتكلموا عنها بس انا بتكلم عليها من الصحه النفسيه. اتفضل. يعني الصحه النفسيه بعد لقاء كابتن محمود طبعا يعني اثرت، انا يعني مش عايز اعيد الكلام يعني، بس هي فعلا سامبلي كان الناس في المعسكر فعلا مركزين جدا، كل واحد عنده مسؤوليه، حاسين ان هم مستريحين، حاسين ان هم يعني بعد البوش اللي هم اخدوه دوت ان هم قادرين ان هم يجمعوا تركيزهم ويبقى في صفاء ذهني يرموا اللي وراه اللي قبل كده. فده كله ده يعني كنا حتى حاسس ان اللعيبه نفسها من نفسها مركزه، يعني اللي هو حتى ساعه النهائيات نفسها التركيز النفسي ده او الصحه النفسيه دي بتدي قدره للتركيز يعني. دي نقطه ثالثه. الحاجه الاخيره بقى اللي عايز اقولها بقى الانتجريشن اللي حضرتك بتقول عليه دوت كان اللي مسهل العمليه الطبيه في النادي الاهلي، ان احنا عندنا يعني يعني كل واحد ماسك البرانش بتاعه، مفيش تداخل بيننا قوي يعني. فيعني كان في طبعا دكتور سامح احنا قلنا علاج طبيعي واصابات ملاعب، في معانا دكتور حسن فتنس، معانا عبد الرحمن مكي ده احنا بنسميه دكتور برضو معانا ان هو راجل يعني مش سهل يعني وصوابع الذهبيه. وعايز اقول يعني لغايه عامل الاوضه احمد رشاد اللي هو مالتي تاسك واللي هو يعني بيعرف اسامي الادويه دلوقتي والكلام ده، فهو الانتجريشن ده كان مسهل العمليه الطبيه فعلا. التكامل ما بين الجهاز بكله. التكامل بالظبط كده مسهل العمليه الطبيه فعلا. يعني انا كنت حاسس ان انا يمكن انا ما سامح جديد عليا شويه لكن انا من 2008 ما شاء الله. فاللي هو كنت لعيب فولي بول كمان يعني. لا والله يعني انا يعني بحب العب فولي بول بيتش فولي بول. لا بس يعني قصدي اقول عندك لما يبقى طبيب ومرسي طبعا بيبقى يعني تشريحيا كمان بيبقى فاهم لما لعيب يجي يشتكي من حاجه يعني هي فعلا يعني ايه الانتجريشن ده كان مسهل العمليه الطبيه جدا. كنت حاسين ان احنا اي اصابه كان اللي بشخص انا سامح بيخش في الجزء الطبي، في دكتور ابراهيم معانا علاج طبيعي، التاهيل مع سامح ممتاز، المساج دي في حته فيها مشكله ممتازه، الفتنس ان هو اللعيبه اصاباتها اقل ده يعني محسن الموضوع ده. فهي مش مساله صعاب، هي يعني كل ما شويه بنحس بخبره معينه بنقدر نوصل ان احنا نسهل على اللعيبه ونحسسهم ان هم يعني يعني مش هنقول بقى بروتكتد كده او ان هم يعني تحت في ايد امينه. صحيح. وعايز اقول برضو يعني ما شاء الله حوارك طبيب لانه داخل مرتب اموره اربع خمس نقاط بيتكلم فيها طبيب يعني بيديك 10 على 10 يا دكتور والله بجد. اجي لحضرتك يا دكتور سامح، انت حضرتك مش بس يعني طبيب العلاج الطبيعي فريق، انت صاحب اللعيبه. وانا حضرت مره بالصدفه وانت كنت قاعد مع كابتن عبد الله عبد السلام وكانوا عند حضرتك في المكتب وكانوا كنتوا جايبين حواوشي وبتاكلوا وبتاع يعني صحاب. كلمنا عن العلاقه دي يا كابتن. هو الحمد لله يعني كترتيب الجهاز الحمد لله يعني احنا متفاهمين جدا ومتعاونين من اول يوم اشتغلنا. دكتور ايهاب هو رئيس الجهاز، دكتور ابراهيم ابو حمده هو العلاج الطبيعي، انا الاصابات والتاهيل، دكتور ابراهيم هو العلاج الطبيعي مش انا. بعد كده عبد الرحمن مكي كتدليك. بعد كده احنا التكامل ده خلق روح الحمد لله خلتنا كلنا متعاونين لان كل واحد كان عارف شغله بشكل جيد. لكن علاقتي باللعيبه بتاعه النادي الاهلي قايمه من ايام المنتخب لان انا ماسك منتخب مصر من صحيح اكتر من 15 سنه. صحيح. فاللعيبه كبرنا
واحنا مع بعض، فبقى في ثقه كويسه حتى في الامور الداخليه بيننا وبين بعض، مش بس الامور الفنيه. وده الحقيقه كان حاطط عليا شخصيا لود غير طبيعي، لان انا ما تعودتش ابدا اخسر من حد زي تونس. كنت انا وعبد الله وصلاح بنشد الرحال وبنكسب بمنتهى البساطه، وكنا بنعرف نسيطر على افريقيا في كل تفاصيل في المنتخب. مؤخرا للاسف ما ده ما حصلش نتيجه يعني فرق الاجيال اللي كان ما بين جيل عبد الله والجيل اللي بعده في المنتخب. ده كان شيء عامل لي يعني حاله من الحزن الشديد، مسؤوليه حاسس بالاحساس. لما جيت النادي الاهلي الحقيقه حسيت ان في منظومه بتخدم ان انا اعرف انجح، من اول السيستم اللي محطوط في النادي لغايه اللي انا لمسه في الجهاز. الحمد لله ده ساعدني بشكل كبير جدا ان انا انجح، وحاولت بكل ما املك ان انا اشيل اي ضغط عن كابتن ميدو في شغلي، ان انا ادي مواعيد مظبوطه، ان اللعيب هيرجع بعد مرحله التاهيل، دكتور ابراهيم بيدي مواعيده بعد ما يخلص العلاج الطبيعي. لكن الحقيقه كان ليا الدور اللي انا حاسه كصاحب اللعيبه على الدكه، ان انا اعرف ما اخليش حد مخضوض من الماتش، ان انا ابقى انا اللي بشجع ومص الغضب بتاع اللعيبه ده، لان الجمهور هناك كان جامد جدا الحقيقه. كان صوتهم عالي، لكن انا كان صوتي بحاول انه يبقى اعلى جدا اثناء التشجيع عشان اوصل للعيب. حتى انا بقى عارف يعني ايه احمد اقول له مشي، عارف يعني ايه عبد الله اقول له سقط. ده بالاضافه لدورك، دور تاني بقى. الحمد لله والله احنا كلنا الحمد لله قمنا بدورنا كويس بفضل الله، وده نجح. ومش عايز اعيد الكلام، لكن الحقيقه انا كنت قايم من بعد خساره الكاس ب 24 ساعه كنت محبط جدا، لان احنا كلنا تعبنا جدا وسبنا اشغالنا. لكن كنت قايم يعني عندي اعتزاز وفخر بحديث كابتن محمود الخطيب جدا، ويمكن ده خلانا كلنا رايحين مصممين ان احنا ان شاء الله نعمل احسن حاجه عند مظبوط. تخيل حضرتك رئيس نادي اللي المفروض يحاسبك على الاخفاق بيقول لك ما فيش حد جنبك، بيقول لك انت في حته تاني خالص، بيقول لك انا معتز بانجازك على مدار 20 سنه. الحقيقه يعني انا مش قديم في النادي الاهلي، دي تاني سنه ليا، لكن كنت فخور جدا وانا مروح اليوم ده. ويمكن كنت محبط ان انا بطوله افريقيا دي هتشغلني تاني عن شغلي، لكن كنت عندي يقين من اليوم ده ان احنا هنكسب. حسيت كان عندي على فكره المكسب ليه ريحه بتتشم. انا كان عندي يقين ان احنا هنكسب. زمان اقول المكسب انا شامم ريحه المكسب. حتى كنا بنبعد كابتن ميدو عن الضغط ده، وكنا بنجمع اللعيبه عندنا بعد ما نخلص شغلنا. بعد تاكلوا حواوشي برضه ولا لا؟ لا حواوشي يعني اقول لك حاجه، يعني فيها حواوشي. انا وسامح في الاوضه الاوضه دي كانت متعذب يعني كل اداره اجتماعات وثقافات. وعايز اقول لحضرتك كان بينام في البلكونه، لان هو مش متعود يقعد معايا. صغير قلت له خد السرير الكبير انت سامح. حتى اندهش يعني، قال لي يا سامح كل حاجه بتحصل هنا، اللي عايز يتكلم بيتكلم هنا، اللي عايز يشكي بيشكي هنا، لما بيجيبوا اللبس عشان يروح المغسله هنا، لما بيجوا يخرجوا هيستأذنوا من كان في يعني. فهو يعني كان متعذب معايا. لا والله مش متعذب، كنت مندمج والله العظيم. انا عايز اقول لك انا عرفت المكسب بيجي منين. الحمد لله بيجي من اوضتكم. الحمد لله. لا بس كام جد على فكره الاوضه كانت مهمه جدا، يعني كانت كل اللعيبه بتصب مشاكلها في الاوضه. واحد عايز يفضفض بكلمتين قال لهم ومشي. يعني انا برضه صاحب اللعيبه من 2008 فليه علاقه قويه ما شاء الله. فكان دايما حاسس ان الفكره ان في يعني بص كابتن دكتور سامح ورا عمال يسقف ويهيص لحبه بايد في الصور اهو، والدكتور ايهاب كمان واقف زي ما يكون هو اللي خد الجايزه. انا شايف الصور بس عيدوها تاني يا جماعه عشان هيبان في الخلفيه فرحه. من لو انت فرحان عشان اخوك مش هتفرح كده. هو يعني احنا فعلا اخوات يعني احنا اللي بيني وبين اللعيبه دي ان احنا فعلا اخوات. وحتى لما يعني بيبقى حد عنده مشكله بنقعد نحلها، سواء بجيب عبد الله سواء بجيب صلاح، عشان نقعد نحل مشكله حد عشان ما نقعدش نصدر مشاكل لكابتن ميدو باي شكل، خليه الراجل يركز في شغله. فكنا بنحاول نشيل الضغط خالص عن كابتن ميدو، لان الحقيقه خساره الدوري بكاس كانت مؤلمه. فكان يعني ربنا طبعا ليه يعني تصاريف القدر دي ما حدش يقدر يعني يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن ده كان ليه دور في نادي الزمالك انه يحصل، لكن كان الدور الاهم ان احنا نثبت على مستوى بلدنا مصر ان احنا رجعنا نكسب تونس، وان احنا نرجع نسيطر على افريقيا. وانا شايف ان ده كان اهم بكتير من الدوري والكاس رغم اهميتهم، لكن احنا سيطرنا تاني ان شاء الله، لان احنا 90% من منتخب تونس بفضل الله احنا كسبناه على ارضه. وكان النورمال ان 3-0، لكن قدر الله ما شاء فعل. كانت الفرحه فرحتين يعني. دكتور الدكتور ايهاب وكابتن سامح، بص هما الاثنين مظبوط لابسين ولافين ترنجات وبيتنططوا يعني. كان انا كنت حاطط الترنج كده لان ما كانش عندي فرصه ان انا احطه في اي حته، فكنت رابطه علشان اعرف اتحرك واشجع وازعق وصوتي يعلى. خبره برضه يا دكتور خبره. لا الحقيقه يعني انا عايز اقول لكابتن ميدو يعني برافو، يعني بتحسن اختيار فريقك.
ولما يبقى الجهاز الطبي بالعظمه اللي قاعدين قدامي بيها دي. لا يا كابتن انا هنيك. لا هو ايهاب قديم يعني انا خدته وهو لسه متخرج. بالظبط. كابتن خالد ابو زينه طبعا، لكن سامح هو اللي يعني انا مكسب. بس خلي بالك هو الجديد القديم، لانه هو اصلا لا هو مكسب بجد في اي حته كان بيها يعني، بيلم ورايا بطريقه فظيعه يعني. هو يقول لي مرن ومالكش دعوه، اللي يتصاب يتصاب بس انت مالكش دعوه. فعلا في الوقت المحدد اسبوع مكسب. اسبوعين مكسب كبير. هو صحيح انا بتضايق لما يجي يقول لي مثلا في اسبوع للاعيب فلان، لكن لازم اسمع كلامه. في ثقه لازم اسمع كلامه. هو بصراحه كابتن ميدو في حته ان هو بيسمع كلام الراي الطبي ده جميل يعني مريح حاجه بروفيشنال جدا، بيخلينا ننجح. مفيش اي خالص، كل واحد ياخد دوره وكل واحد. وهو كابتن ميدو كمان في يعني عمل لي برده، عايز اشكره برده شكر خاص يعني. يعني هو يعني عارف ان انا ظروفي يعني اللي هو في شغلي الدنيا مكركبه شويه، لكن هو يعني بيوظفني وبيديني السبيس بتاعي ثقة. فبيدي ثقه فعلا، حتى بيعمل انسجام بيننا وبين بعضنا كلنا ما شاء الله ما شاء الله. وكمان بقى عشان خاطر الجهاز بقى يعني تامر تايجر صديق العزيز، ومحمود رؤوف، محمود جمعه، ايمن، دكتور حسن طبعا مخاطب الاحمال المفروض يكون مع زي محمود. اصل حسن ليه دور كبير جدا. انت مثلا طبعًا. احنا مثلا الدوري اتاخر لغايه 6/12 ازاي بقى بيجهز جاي طبعًا. بيلم طبعًا. الكلام ده كله مهم جدا طبعًا. كان المفروض يبقى موجود معانا لكن هو مش موجود طبعا. لا ده انا عايز انا هستاذن حضرتك وحضراتكم هنطلع لفاصل عشان هنجيب تورته، واحنا بنقطع التورته هنشكر الجهاز ونشكر واحد واحد من اللي شاركوا هذا النجاح اللي كان المفروض يكونوا معانا ولكن ظروفهم منعتهم. اعزائي المشاهدين التقليد بتاعنا والعاده يا رب اللي مش هتتقطع ان شاء الله طول ما احنا في نادي الاهلي، تورته وهنحتفل بكل الموجودين في الاستوديو، وده اقل حاجه نقدر نقدمها لهذا الفريق البطل، ولكن بعد الفاصل. الكأس في تونس والاحتفال في قناة النادي الأهلي، وده الحمد لله تقليد عندنا. وأنا بشكر طبعا ضيوفي اللي جم ويعني خصصوا من وقتهم بعد موسم يعني مجهد إن هم يكونوا معنا. بس الحقيقة خلينا أوريكم حاجة على التليفون، معلش يا كابتن ورهاني، عشان أوريكم النادي الأهلي إزاي نادي واحد. مستر أجوستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، صاحب الخمس كؤوس، المتادور الأسباني، بعد ما كابتن محمد مصالح ميدو فاز بالبطولة واللاعبين بعت له مسج على التليفون. خلينا نشوف المسج اللي بعتها له بعد البطوله على طول بعد ما عرف انه خد البطوله. قال له مبروك كابتن ميدو. ده مين اللي بعت الرساله؟ مستر اجوستي. قال مبروك كابتن ميدو، اي ام فيري هابي فور يو اند يور تيم، انا سعيد جدا ليك ولفرقتك. يو ديزيرف تو وين ا شامبيونشيب افتر اول ذا ورك يو بوت توجذر افري داي ديورينج ذا سيزون. يعني انا سعيد جدا انت كسبت بطوله بعد موسم طويل كنا احنا الاثنين بنتمرن ورا بعض في الصاله. بمعنى يعني كنا احنا الاثنين بنشتغل ورا بعض في الصاله. اللي ما يعرفش دايما مواعيد الطايره والباسكت بيجوا ورا بعض، ساعات اليد يعني الثلاث فرق بيتمرنوا ورا بعض فلازم بيتقابلوا. And nothing better than an African trophy، يعني مفيش افضل من كاس افريقيا. Please extend this congratulation to Abdullah and all the players and staff. يعني بعد اذنك ابعت الرساله التهنئه دي لعبد الله عبد السلام طبعا كابتن الفريق، لانه عارف البروتوكول وعارف يعني ايه كابتن فريق، وفي نفس الوقت لكل الفريق. دي رساله مستر أجوستي بوش لكابتن ميدو واللاعبين. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي يونت واحد. كابتن انا عايزك يعني قبل ما نختم اليوم ده تقول كده. يعني انا طبعا ببارك لفريق الباسكت الخمس بطولات، عملوا موسم تاريخي، والراجل ده بصراحه محترم جدا. احنا بنتمرن صحيح ورا بعض، هو عارف انا بعمل ايه يعني التعب اللي احنا بنتعبه، وانا عارف كويس هو التعب اللي هو بيتعبه. الحمد لله معايا جهاز فني واداري على اعلى مستوى، بشكرهم كلهم طبعا. بشكر الناس اللي ما جاتش، سواء تامر تايجر او محمود جمعه او حسن او ايمن او مكي، رشاد، دكتور ابراهيم طبعا اللي بيتعب معايا طول الليل، الكابتن محمود الوزير السكاوتنج، وده على فكره مدرب يعني هو الواحد مدرب الكابتن. فبشكرهم كلهم طبعا على التعب وعلى الموسم الكامل. الحمد لله بهدي طبعا الجمهور، ان كان دي سنه يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا عوضنا
خير بالبطوله دي، بطوله كبيره الحمد لله على ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش مجهود حد، والحمد لله رب العالمين. والف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. انا بشكركم يا كباتن ودكاتره وعبد الرحمن وكابتن خالد، بس استاذنكم بقى هن ايه هنقطع التورته. ايوه كده اتفضلوا يا كباتن، تعالى يا دكتور، انتوا صحاب الموضوع. انا بس ايه جاي كابتن خالد فين؟ بص بقى عزك قوي كابتن محمد مصطفى حميد وكابتن خالد. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. دي يعني هزار وضحك، خلي بالكم انا لسه بقول للدكتور قبل الهوا قبل التورته، قلت له ما فيش وزن بقى النهارده خلاص. يعني عبد الرحمن بقى عادي بيحرق، كابتن ميدو مش هتوزنه، كابتن خالد يعني النهارده الدنيا مفتوحه، فري بقى له فتره. بالظبط، فري بقى له فتره، ما فيش مشكله، مش هتيجي على النهارده. بشكركم شكرا جزيلا. دكتور ابراهيم بشكرك، كابتن سامح، الدكتور سامح بشكرك، عبد الرحمن بشكرك، كل التوفيق. كابتن ميدو بشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله نفتح الكوره ان شاء الله باذن الله، يوم 30 ان شاء الله باذن الله نكلم بعضينا زي ما تعودنا، ان شاء الله نبارك لبعض كاس الثالثه على التوالي افريقيا باذن الله. اعزائي المشاهدين، ده كان احتفالنا النهارده بفريق كره الطائره. والله انا مش بقول كده عشان هم واقفين معانا، بس الحقيقه دي كانت اكتر بطوله انا سعدت بيها السنه دي، لانه انا حسيت ان الفريق ده ظلم من كتر الظروف السيئه اللي قابلته، من اصابات للوائح، يعني خلينا نقول بعض اللوائح اللي كانت جايه او اتعملت خصيصا اجنست الفريق او ضد الفريق، ولكن مع ذلك ربنا كرمهم وردوا اعتبار الكره الطائره المصريه في قلب تونس، وردوا الاعتبار لمنتخب مصر اللي داخل على بطوله مهمه، وكان المكسب ده هيبقى اكبر هديه لمصر ومنتخبها. اشكركم شكرا جزيلا، والى لقاء اخر باذن الله مع ابطال جداد وبرنامج الاخر. Believe.